عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة ظاهرة تتفاقم في العراق، وتشير الأدلة إلى أن تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل جهات مختلفة زاد بالفعل في عام 2022 وما تلاه من أعوام، ويجسد هذا الأمر انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل وله آثار عميقة على السلام والتماسك الاجتماعي، ويعتبر تحديا كبيرا لحاضره ومستقبله. أطفال العراق يواجهون انتهاكات جسيمة نتيجة الصراع المسلح، هذا ما أكده تقرير لمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، سلط الضوء على تزايد هذه الانتهاكات خلال الفترة المشمولة بالتقرير من شهر تموز عام 2021 إلى شهر أيلول عام 2023، فقد ظل قتل الأطفال وتشويههم الانتهاك الأبرز، وقد طال 236 طفلاً. وما يثير القلق بحسب التقرير هو الزيادة الكبيرة في عدد الأطفال الذين يتم تجنيدهم واستخدامهم من قبل ميليشيا بيكاكا، ولا يزال استخدام الذخائر المتفجرة ووجود مخلفات الحرب من المتفجرات لا سيما في المناطق التي شهدت معارك ضد تنظيم داعش يشكل سببا رئيسا لمقتل وتشويه الأطفال في العراق، وهو ما يمثل 65% من إجمالي عدد الضحايا بين الأطفال. وبحسب التقرير الأممي كانت مخلفات الحرب من المتفجرات ولا تزال قضية حاسمة في العراق، وفي معظم الحالات تعرض الأطفال للأذى نتيجة تفجير الأجهزة عن طريق الخطأ عندما التقطوها أو داسوا عليها أثناء رعي الماشية أو اللعب. وعلى الرغم من الانخفاض في نسبة الانتهاكات، تم التحقق من 76 حادثة منع لوصول المساعدات الإنسانية، ما يمثل ثاني أكثر الانتهاكات الجسيمة انتشاراً خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وبالرغم من حديث التقرير عن اتفاقية مع الحكومة الحالية في بغداد لمواجهة الانتهاكات ضد الأطفال، إلا أنه كشف في الوقت نفسه عن احتجاز السلطات الأمنية 668 طفلا بتهمة تهديد الأمن القومي وشبهة الانتماء لتنظيم داعش.